طيب خلينا نروح لموضوع آخر. في اليومين الماضيين كان في حديث معنا في البرنامج متواصل من بعد مباراة الهلال والاتحاد على الموضوع الهتافات العنصرية. إدارة الاتحاد زودتنا بمقطع، عرضنا المقطع، ردت عليه إدارة الهلال من خلال مدير المركز الإعلامي الأستاذ عبد الكريم الجاسر بأنه المقطع غير واضح. الداخل معنا الأستاذ عادل جمجوم، وتقريبا كذا بشكل ضمني اتفق معنا أنه المقطع غير واضح وسيحضر مقطع آخر أكثر وضوحا في دلالة على الهتافات العنصرية. وصلونا الإدارة الاتحادية هذا المقطع، راح نعرضه لكم وناخذ تعليق المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بعد ما نشوف المقطع. طيب معنا على الهاتف الاستاذ وائل النجار مدير المركز الاعلامي او متحدث رسمي باسم نادي الاتحاد. مساء الخير وائل. مساء الخير اخوي تركي، ارحب فيك وارحب بالكابتن فؤاد وجميع المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا، تفضل وائل اذا تبغى تعلق على المقطع اللي موجود الان. طبعا تركي احنا قدمنا بيان وارسلنا لكم امس المقطع، طبعا كان في بعض الاخوان قالوا انه مثلا الصوت غير واضح. تمام، احنا موضوع الهتافات العنصريه يعني من زمان احنا في معاناه حقيقه. تمام، وخصوصا حتى الموسم الماضي تتذكر بعد مباراتنا مع الهلال في كاس صرنا بيان بهذا الخصوص. تمام، ما اعتقد انه كان في اي تجاوب. احنا اليوم للمره الثانيه يعني على التوالي في ملعب الملك فهد بتحصل هذه الهتافات. احنا في بيان وضحنا انه الهتافات العنصريه تعرض لها نادي الاتحاد. هناك طبعا البعض بيقول انه مثلا ما سمع، هو كان متواجد في الملعب وما سمع هذه الهتافات من جمهور نادي الهلال. اعتقد هذه المقطع هذا من داخل جماهير نادي الهلال. وطبعا تركي في سؤال ممكن يتبادر للذهن او ممكن ينقال انه مثلا ممكن تكون هذه هتافات قديمه او انها في مباراه سابقه. كنت بسالك عنها. انا البنرات اخوي تركي الخاصه بموبايلي باحتفال باليوم الوطني شوفها خلف جمهور نادي الهلال موجوده. تمام، طبعا تركي احنا ما نبغى محاباه، ما نبغى انك تعطي الاتحاد شيء ما هو له. احنا هذه الافه والمعضله حقيقه اللي بتحاربها الفيفا بشكل عام، احنا نتمنى يعني زوالها من ملاعبنا. الكل ابناء وطن واحد، اللاعبين اللي في نادي الاتحاد واشقاء في نادي الهلال هم ابناء وطن واحد، زملاء في المنتخب. لكن اعتقد احنا مؤتمنين حقيقه للحفاظ على لاعبينا وعلى جماهيرنا من مثل هذه الافه حقيقه، اللي نتمنى صراحه يعني طال الكلام والنقاش فيه دائما اخوي تركي، لكن ما اعتقد انه كان في تجاوب يعني في هذا الموضوع. تركي خلينا نكون اكثر، ممكن رمي قاروره المياه والهذه ممكن العقوبات تجي مباشره من لجنه الانضباط. الهتافات العنصرية أعتقد يعني مسألة طالت، لكن ما أعتقد إيش الموضوع اللي يعني مأخرهم في إيجاد حل أرجع لكل الأندية، مش لنادي الهلال أو لجماهير معينة، لكل الأندية اللي تهتف بالعنصرية. هذا اللي احنا طالبنا فيه وما وحنطالب فيه، ولا حينتهي الموضوع هذا، ممكن ينتهي أي موضوع ثاني، لكن موضوع العنصرية لن يتم السكوت عنه بأي حال من الأحوال. إيش الخطوات اللي أنتم تأخذونها؟ عندنا معلومات وأبغى أتأكد منها، أنه أنتم في حال لم تجدوا أي تجاوب من اتحاد القدم في هذا الموضوع أو لجنة الانضباط، في عندنا أخبار تقول أنكم أنتم ممكن تتوجهوا للفيفا. الكلام هذا صحيح ولا مبالغ فيه؟ لا، ما أعتقد أنه كلام مبالغ فيه. إحنا نرجع أول شيء لمرجعيتنا الاتحاد السعودي لكرة القدم ومهمة للرئاسة العامة لرعاية الشباب. احنا نتمنى ان المواضيع يعني موضوع ما لها دخل الرئاسه يا وائل، ما لها دخل. نعم. الرئاسه ما لها دخل، اتحاد القدم يعني هو مرجعك الوحيد. طيب اتحاد كره القدم يا تركي في حال مثلا ما في تجاوب احنا نروح لاعلى سلطه رياضيه. تمام، اللي هو الرئيس العام لرعايه الشباب او رئيس اللجنه الاولمبيه اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه الامير نواف بن فيصل. تمام، احنا نتمنى فقط الانصاف، لا نريد محاباه في هذا الموضوع او اي شيء من هذا القبيل، فقط نريد الانصاف واخذ حق جماهيرنا ولاعبينا. طيب على الجانب الاخر وائل، يعني في الجهه الاخرى، الجماهير الهلاليه والاعلاميين الهلاليين يتحدثون عن شتائم توجهها الجماهير الاتحاديه للاعبين الهلال. اكون معك صريح، في فرق يا تركي ما بين الشتام وما بين الامور العنصريه اللي قانون الفيفا ينبذها. هذا اللي احنا نعرفه،
قانون الفيفا واضح وصريح الامور العنصريه، سواء كانت بترديد عبارات او يعني انتم مثلا في الاتحاد ما عندكم مشكله لو مدرج كامل وجه لكم شتائم؟ يعني راح تتقبلونها؟ الشتائم التركي دائما موجوده في ملاعبنا وفي هذه الامور، لكن احنا الامور العنصريه تمام هذا اللي احنا رافضينه نهائيا، وينبذها جميع من هم في الوسط الرياضي من اعلى سلطه في العالم، سلطه رياضيه اللجنه الاولمبيه الدوليه واتحاد كره القدم الفيفا، اكثر حساس لديهم يتم في العقوبات على يعني باعلى درجات العقوبات هي العنصريه. ما اعتقد في مباراه في اوروبا انه جمهور شتم جمهور فريق ثاني يعني تم في الرد ولا الرفع. عبارات العنصريه التركي هي اقبح ويعني اسوء يمكن وصفه في الرياضه تمام. تركي احنا لا تربيتنا ولا ديننا اولا تمام يشجع على هذه الامور في امور كثيره، حتى في الشتم يا وائل ترى بعد لا تربيتنا ولا لا تربيتنا ولا ديننا بعد تشجع عليه. لكن اوكي تركي الامور العنصريه هذه اسوء ما يمكن وصفه في رياضتنا. امور الشتام يا تركي والكابتن فؤاد لاعب كره وكابتن منتخب، في امور مثلا جماهير تشتم لاعب تشتم فريق، هذه الامور ممكن تكون موجوده مع انها نتمنى انها كذلك تكون غير موجوده، لكن اعتقد العنصريه امر يعني ما في نقاش نهائيا. وزي ما قلت لك مرجعيتنا في هذه الامور اللجنه الاولمبيه الدوليه لاتحاد كره القدم الفيفا، اكثر امور بيتم الحرص عليها والعقوبات فيها هي امور العنصريه. احنا ما نتمنى يا تركي لا محاباه، لا نتمنى انه تعطي الاتحاد حاجه مهله، فقط الانصاف هذا اللي احنا طالبنا فيه. نتمنى من الاتحاد السعودي لكره القدم التجاوب في هذا الموضوع، لانه حقيقه تكرر ما صار اي شيء بعد مباراه الفريقين في دوري كاس الابطال الموسم الماضي، بالرغم انه قدمنا طلب ورسلنا للامانه العامه للاتحاد السعودي لكره القدم، وهذه للمره الثانيه على التوالي وفي نفس الملعب بيتعرض له نادي الاتحاد. يعني اعتقد نتمنى انه ما نضطر لامور ابعد من ذلك، يعني نتمنى الاتحاد السعودي ينصفنا، ولا اعتقد نادي الاتحاد قادر بكل ما يعني ما لديه من اشخاص في اداره النادي وكذلك جماهير محبه جماهيرها بالرفع لاعلى سلطه رياضيه في العالم. لكن زي ما قلت اولا واخيرا احنا نتمنى من الاتحاد السعودي انه ينصفنا في هذا الموضوع. طيب استاذ وائل النجار متحدث رسمي باسم نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك. كابتن فؤاد ايش رايك في الكلام اللي انقال وفي المقطع وفي الموضوع بالكامل من اول لاخر؟ شوف انا بقول لك الموضوع الان يعني انا اتمنى من الفريق يعني او اللي ماسك ملف الموضوع هذا انه ما يكبر يعني اكثر من كذا في الاعلام وذا. شوف اول شيء انت قدمت على الاتحاد، قدمت على لجنه الانضباط، اوكي قدمت تكلمت في الموضوع اول يوم، شفت نتائج بعد النتائج يعني انا اتمنى ان نتكلم، ولا اتوقع ان موضوع لو وصل للفيفا ما راح ينصفك الفيفا. ليش؟ ليش؟ لان موضوع نيجيريا هم يتكلمون عن دوله فهمت؟ ولا يعرفون وش معناتها ولا يعرفون اصلا يعني ما راح تفسر بالطريقه اللي احنا مفسرينها. لا في كلمه حق يراد بها باطل، يعني يقدر واحد يفسر وش المقصود فيها يعني. انت يعني تقدر يعني يفسر ممكن يعني مساله التفسير مش هي المعضله الان. لا بالنسبه في محامين يقدرون يفسرون الكلام. اي بس بالنسبه لهم انهم جالسين ينطقون اسم دوله ولا اسم حتى ما, ما 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 انا بشوف في وجهه نظري لابد الان كابتن في شيء اسمع معليش انا خليني اقول لك انا اخذ واعطي معك الله يطول عمرك. دوله نيجيريا دوله محترمه وعلى الرسم فوق. حلو؟ ايه ما حد قال شيء، لكن لما تستخدم كلمة القصد منها واحنا نعرف هالكلام. طيب انا بقول اسمح لي بقول شيء، احنا نعرف هالكلام، انه القصد منها انه انتم اصحاب البشرة السوداء، انتم الاقل، انتم واضح، إذا ثبت هذا الموضوع هو واضح، ما حد يجي يقول لي والله معناها مو بواضح، زي لما كانوا يتكلمون على بعض اللاعبين ويقولون ظاهرها انها عادي وهي في القص وفي الاصل شتائم وجهت ياسر القحطاني، الكلام واضح. طيب أنا يعني عارف علي ما يحتاج تفسير. أوكي ما يحتاج تفسير، انا اقول لك لو راحت هناك، لكن انا بقول لك طالما ان الموضوع واضح بهذه الطريقه الاتحاد السعودي لازم يحل في هذا الموضوع، لازم يبث في هذا الموضوع ويقفل هذا الموضوع. يعني مو كل 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 اسبوع كل يعني انا بقول لك الموضوع يعني خلاص الموضوع عند الاتحاد السعودي، الموضوع عند لجنه الاحتراف لابد ان تبث فيها لجنه الانضباط. لجنه الانضباط. الشيء الثاني انا ما ابغى الموضوع انه مثلا
في كل ملعب الآن بدل اللي يصير مثلا يعني ممكن تقليد الجمهور صار يقلد في كل شيء. عقب يا أخي. لا أنا بقول لك تدري العقاب مفروض متى؟ شفت في مباراة الهلال أنت كحكم مباراة كمراقب مباراة أنت تسمع هذا الكلام وتعرف معناه، وقف المباراة، اطلع الحكم ذا قول للأمن المدرج اللي طلع منه الصوت شيل هذا المدرج. أنت تأيد هالكلام؟ أأيده لين عشان بعدين حيتأدب الجمهور. لو طلع في نص المباراة وباقي ثلث أو باقي نص ساعة، لأن أنا بقول لك تركي أحيانا يصير في ترجيم وش اسمه صواريخ، أحيانا في ذا، حتى في أوروبا وش يصير؟ يوقف المباراة إذا ما يعني وقفوا من القاذفات هذه اللي يرمونها، ممكن الحكم يأمر الأمن إنه يطلع المدرج كله. لابد أن يسير عندنا النظام هذا لأنه نظام دولي، هذا لابد الحكم أن يتدخل ياخذ موقف يوقف المباراة، يروح للحكم المراقب، يروح للمسؤول عن الأمن في ذا، يركز على المدرج اللي طالع منه الصوت أو طالع من الجزء اللي طالع منه، من حقه أن يشيل الجزء هذا كله يطلع برا المباراة وتكمل المباراة. لكن بيني وبينك أنا يعني لما الجمهور والمسؤولين مثلا في الملعب والحكم في الملعب ويسمع مثلا هذا الهتافات ويكمل المباراة ولا كأن في شيء، وبعدين تطلع قصص. أنا أتوقع كان ما طلعت الآن هذه الشكاوي ولجنة انضباط ولجنة مدروش، لو الحكم عمل هذا التصرف وخذ حق الفريق في وقتها أنا أتوقع كان المباراة انتهت لكن أنا لا ما أبغى، طالما أني قدمت احتجاج وقدمت للجهات المعنية، شوف الجهات العمية اللي عندها القرار ستوجه بإيش وبعدين أنت أدلو بدلوك. يعني مو من الآن نتكلم أنه بيروح الفيفا وبيروح مدري وشو بيروح مدري، يعني في وجهة نظري أنا لابد أن الفريق الاتحادي ينتبه إلى فريقه ويعد أيضا فريقه. وأنا سمعت أمس كلام جمجوم، كلام يعني قال لك أنا بننتبه بالفريق وعندنا أخطاء وعندنا أخطاء، لكن من حقنا أن نقدم شكوى. أوكي من حقك أن تقدم شكوى، لكن خلاص وقف أساس ما يتفاعل الجمهور وتصير هناك أيضا شوي من 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 من, من الاحتقان برضو. من كرتنا ما يعني طيب. هنروح للفاصل. قبل الفاصل في أخبار جاتنا أنه اليوم في نادي النصر أحد اللاعبين المشهورين أو المعروفين عند الأوساط النصراوية في الفئات السنية اصطدم مع رجل الأمن الصناعي وصار خلاف بينهم، تلفظ عليه بألفاظ عنصرية بشعة. رجل الأمن الصناعي توجه لإدارة الفئات السنية، أحضر شهود تحققوا من الموضوع. معلوماتنا تقول أنه خلال 48 ساعة سيصدر قرار تنسيق هذا اللاعب من نادي النصر بسبب هذه الألفاظ اللي وجهها لرجل الأمن الصناعي داخل نادي النصر. هذا خبر جانا اليوم قبل الحلقة بنصف ساعة أنه إدارة الفئات السنية ستصدر قرار بإبعاد هذا اللاعب عن النادي. فاصل قصير، بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الأهلي يفجر غضبه الآسيوي في مرمى النهضة، والشباب والفتح يتعادلان إيجاباً.